مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي شهيد جيلا شهيد جيلا مولاي صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين وساقين محمد سيد القولين وساقين والفريقين من عوب ومن نجام آپ ہیں حضرات محمد سرور ہر دو سرا آپ ہیں حضرات محمد سرور ہر دو سرا آپ ہیں ارب و جم جن و بشر کے پیشوا آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم واللہ طبیب الذی ترجا شفاعتہ والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترم آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اے خدا دیتا ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ اے خدا دیتا ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ پورا فرما سب مقاصد بخش دے میرے گناہ آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا کرو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی
پڑا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ مجھے بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے مجھے کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے مجھے بلال السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غسل میں تین فرائض ہیں. پہلا منہ بھر کلی کرنا, دوسرا ناک کے نرم ہڈی تک پانی ڈالنا, دوسرا ناک کے نرم ہڈی تک پانی ڈالنا, تیسرا پورا بدن پر پانی ڈالنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو میں چار فرائض ہیں. پہلا منہ دھونا, کان کے رو تک پانی ڈالنا, دوسرا کیونی سمیت ہاتھ دھونا, تیسرا مسا کرنا, چوتھا گٹی سمیت پیر دھونا. السلام علیکم. نماز میں سات فرائض ہے. پہلا تکبیر تحریمہ الگ بک ہو کر نماز شروع کرنا, دوسرا قیام کھڑے ہو کر نماز شروع کرنا, تیسرا قرات فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھنا, چوتھا رکوع, پانچواں سجدہ, چھٹا قائد آخری, سترہ سلام پھیرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الجنة الجميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحانك ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے اللہ جو کچھ ہم نے تلاوت کی اس میں مولا کچھ بھی غلطیاں ہیں تو معاف فرما مرادی شیخ محی الدین مرادی شیخ محی الدین مرادی شہ جیلا سقان الحب کأسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين المبالي فقلت لسائر الأقطاب لوموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علبي واتصالي